يلا بسم الله يا شباب، بنستكمل شابتر 7. شابتر 7 اللي هو بعنوان كينيتيك انرجي اند وورك. بالمرة الماضية تحدثنا عن مفهوم كل من الورك اند كينيتيك انرجي، ودرسنا العلاقة بينهما اللي هي Work Kinetic Energy Theorem. درسنا الورك done by gravitational force اللي هو الشغل المبذول بواسطة الجاذبية الأرضية، اللي هو أحيانا يسمى ال potential energy. وكتلخيصا للقوانين، يبقى فقط اللي درسناه بالمرة الماضية يا شباب هو قانون الورك ال W، وقلنا إنه يساوي ال F ضرب الدي ضرب كوساين الزاوية سيتا، حيث اف هي القوة، اما الدي هي الازاحة، وسيتا هي الزاوية بينهما يعني بين اتجاه القوة والازاحة. يبقى هذا هو القانون في الصورة العامة، وتكون وحدة القياس هي الجول يا شباب، وحدة القياس هي الجول. وبالمثل أخذنا قانون الكاينيتيك انرجي، كاينيتيك انرجي اللي هي K، وقلنا إنها تساوي نصف ضرب الـ M ضرب الـ V تربيع، حيث النصف هذا دائما ثابت، الـ M هي كتلة الجسم المتحرك، يبقى الكتلة بالكيلوغرام، والـ V هي السرعة. ولكن انتبهوا انها السرعة تربيع، في تربيع، والتربيع فقط على السرعة. وايضا وحدة قياس طاقة الحركة هي جول. وقلنا توجد علاقة بينهما وهي كالآتي، اللي هي تسمى نظرية الورك كاينيتيك انرجي، لان كلاهما قلت صورة من صور الطاقة، وبالتالي الدبليو يساوي الدلتا كي. يبقى الشغل هو التغير في طاقة الحركة، يبقى التغير في طاقة الحركة يعطي الشغل، وبالتالي أقدر أفككها إلى نصف M، تصير هذه VF تربيع ناقص VI تربيع. يبقى هذا قانون آخر للشغل، يبقى هذا القانون العام للشغل. أما هذا قانون خاص يعني بعلاقته بطاقة الحركة، وكلاهما يأتي في المساء. فلاحظ أن في القانون الأول يعطينا فقط القوة والإزاحة والزاوية بينهما، أما في القانون الثاني إذا أعطانا كتلة الجسم المتحرك وكل من سرعته الابتدائية والنهائية وطرد الشغل، نستخدم أو نعوض بالقانون الثاني. هذا اللي توقفنا عنه. آخر شيء توقفنا عنه بنهاية المحاضرة، قلنا يا شباب في مفهوم عندنا اسمه الميكانيكال انرجي، اللي هي الطاقة الميكانيكية للجسم. يبقى الطاقة الميكانيكية، طب قد ايش بتساوي الطاقة الميكانيكية؟ هي مجموع طاقة الحركة، يبقى الحركة زائد طاقة الوضع او الموضع اللي هي البوزيشن. يبقى هذا اللي انتهينا عنده بالكلاس الماضي. فبنستكمل ونقول ان الميكانيكال انرجي It is the energy possessed by an object due to its motion or its position. هي الطاقة الممتلكة من الجسم نتيجة كل من حركته وموضعه، وبالتالي هي تساوي مجموع الكاينيتيك انرجي زائد البوتنشال انرجي، طاقة الموضع. طب وإيش الفرق بينهم؟ زي ما وضحنا وبنعيد تاني، الكاينيتيك انرجي هي الطاقة التي يمتلكها الجسم نتيجة حركته، أما البوتنشال إنرجي هي الطاقة التي يمتلكها الجسم نتيجة موضعه، والموضع هذا دائما بالنسبة لسطح الأرض، يبقى بالنسبة للارتفاع عن سطح الأرض.
يبقى هذا توضيح آخر. هذا الشكل يا شباب مثل البندول، بندول الساعة اللي هو البندليوم. يبقى البندلم اللي هو البندول. عندما يتأرجح البندول يمين ويسار بهذا الشكل، إيش اللي بيصير؟ نجد إن الموضع اللي بالمنتصف هذا يسمى الإكوليبريم بوزيشن، اللي هو وضع الاتزان أو وضع السكون، بيكون الجسم عنده ساكن. فبنلاحظ إيش؟ كلما تأرجح هذا الجسم يمينا أو يسار، إيش اللي بيصير؟ عندما يرتفع الجسم إلى الأعلى، نجد أن طاقة وضعه تزداد وطاقة حركته تقل. يبقى بوضحها أنا أفضل هنا. يبقى بقول يا شباب، أولا طاقة الوضع اللي هي البي قد إيش تساوي؟ هي تساوي الإم ضرب الجي ضرب الإتش. يبقى طاقة الوضع أو الموضع، يبقى طاقة الوضع فهي تساوي كتلة الجسم، يبقى هذه الكتلة ضرب تسارع الجاذبية ضرب الإتش، وهو الارتفاع العمودي. انتبهوا لهذه الألفاظ، لابد أن يكون الارتفاع العمودي عن سطح الأرض. الارتفاع العمودي بمعنى إيش؟ إذا كان عندنا هذا مستوى سطح الأرض، وعندنا جسم موجود بهذا الموقع، فإن هذا الجسم في الموقع هذا يمتلك طاقة وضع أو potential energy تساوي هذه الـ H، وكتلة هذا الجسم هي الـ M. يبقى هذا الجسم يمتلك طاقة موضع تساوي MGH، MGH. أما إن كان عندنا جسم آخر موضوع في هذا الموقع أو الموضع، نلاحظ أن هذا الجسم يا شباب له ارتفاع أكبر عن سطح الأرض. يبقى هذه مثلا H2، أما هذه H1. يبقى نلاحظ أن طاقة وضع الجسم الثاني هذا لابد، إذا كان لهما نفس الكتلة، إذا كان كتلة كل منهما هي M، فقط الذي تغير هو الارتفاع. فنجد إيش؟ أن كلما زاد الارتفاع الرأسي أو العمودي عن سطح الأرض، كلما زادت طاقة الوضع لنفس الجسم. وبالتالي كحالة ثالثة يا شباب، وانتبهوا لها جيدا، إذا كان الجسم موضوع بالأساس عند أو على سطح الأرض، في هذه الحالة تكون الـ H تساوي صفر. وطالما أن الـ H تساوي صفر، يبقى طاقة الوضع أيضا تساوي صفر. يبقى بالتالي إذا كان عندنا جسم يصعد للأعلى أو للأسفل، إذا كان عندنا جسم يصعد للأعلى أو للأسفل بهذا الشكل، وليكن عندنا جسم يسقط من هذا الارتفاع حتى يصل لسطح الأرض، فبتكون أول شيء طالما أن الجسم يسقط سقوطا حرا يا شباب، فبتجد أن سرعته في هذه اللحظة تساوي صفر. وطالما أن سرعته تساوي صفر، سرعته الابتدائية، يبقى طاقة حركته أيضا تساوي صفر. يبقى وين هذا الكلام؟ عند أقصى ارتفاع اللي هو الماكسيمم هايت. يبقى لأي جسم يسقط من الأعلى إلى الأسفل، من عند أقصى ارتفاع تكون سرعته تساوي صفر، وبالتالي طاقة حركته تساوي صفر. أما طاقة وضعه اللي هي البي تكون قيمة عظمى، يبقى maximum value، يبقى قيمة عظمى يا شباب. طيب ثم نلاحظ أن الجسم كلما سقط تزداد سرعته، يبقى اللي بيحصل أن الفي increase،
السرعة تزداد، وبالتالي طاقة الحركة أيضا تزداد increase، يبقى بالتالي تزداد طاقة الحركة تدريجيا. أما من الناحية الأخرى نجد أن ال h اللي هو الهايت الارتفاع، يبقى نجد أن الهايت الارتفاع إيش اللي بيحصل له؟ decrease يقل، يبقى الارتفاع يقل. وطالما أن الارتفاع يقل يبقى ال potential energy هي أيضا decrease تقل، لين نصل إلى قبل الاصطدام بسطح الأرض مباشرة. نجد إيش؟ نجد إن ال H أصبحت زيرو، يبقى ال H أصبحت زيرو، وبالتالي ال potential energy يساوي زيرو. أما ال V تكون maximum value، وبالتالي ال kinetic energy تساوي هي أيضا maximum value، قيمة عظمى. يبقى انتبهوا لهذه المعلومات يا شباب. يبقى دائما عند أقصى ارتفاع إيش اللي بنلاحظه؟ عند أقصى ارتفاع بنلاحظ أن الارتفاع بيكون قيمة عظمى، وبالتالي البوتنشال إنرجي قيمة عظمى. أما السرعة الابتدائية تكون صفر، وبالتالي الكاينيتيك إنرجي وهي طاقة الحركة تساوي صفر. هذه أول حالة. ثم مع بدء سقوط الجسم للأسفل، أول شيء تزداد سرعته تدريجيا، وبالتالي تزداد طاقة حركته اللي هي كينيتيك إنرجي تدريجيا. ثم بالتالي في نفس اللحظة يقل الارتفاع h تدريجيا، فتقل طاقة وضعه تدريجيا. يبقى عند أقصى ارتفاع، يعني ممكن نعبر عنها بطريقة أخرى، يبقى إذا كان هذا الماكسيموم هايت اللي هو أقصى ارتفاع، وهذا مستوى سطح الأرض اللي هو الجراوند، فبنلاحظ إيش يا شباب؟ نلاحظ هنا إن البوتنشال إنرجي بتكون قيمة عظمى، والكاينيتيك انرجي تساوي صفر، ولكن عند مستوى سطح الأرض يكون الارتفاع صفر، وبالتالي البوتنشال انرجي هي اللي بتكون زيرو، أما الكاينيتيك انرجي فهي اللي بتكون ماكسيمم فاليو. ولكن أيضا يا شباب سوف نلاحظ قاعدة أو ملحوظة في غاية الأهمية، هي تساوي كلا من البوتنشال إنرجي عند أقصى ارتفاع لابد أنها تساوي الكاينيتيك إنرجي قبل الاصطدام بسطح الأرض. يبقى البي عند أقصى ارتفاع لابد أنها تساوي الك عند أو قبل الاصطدام بسطح الأرض. يبقى هذه أيضا ملحوظة أخرى في غاية الأهمية يا شباب. طيب نعطي مثال، إذا كانت البوتنشال إنرجي عند أقصى ارتفاع وليكن تساوي 1000 جول، 1000 جول يا شباب، بالتالي الكاينيتيك انرجي هتكون صفر. ثم وليكن في هذا المستوى، في هذا المستوى كانت البوتنشال انرجي 800 جول، فكم تكون الكاينيتيك انرجي؟ سوف تكون 200 الباقية، يبقى 200 جول، بحيث يظل مجموعهم دايما 1000. ثم بالاستمرار في السقوط أو النزول، وليكن عند هذا المستوى، وليكن البوتنشال إنرجي أصبحت 500 جول،
فسوف تكون الكينيتيك انرجي في نفس هذه اللحظة أيضا 500 جول، ثم بمزيد من السقوط، وليكن أصبحت البوتنشال انرجي 200 جول أو 200 جول، فبتكون الكينيتيك انرجي 800 جول الباقي من الألف. ثم عند مستوى سطح الأرض تكون إجباري إن البي تساوي صفر، وبالتالي الكي هتساوي الألف كاملة يا شباب، وهذا يسمى conservation of mechanical energy، يسمى كل اللي تحدثنا عنه الحين conservation of mechanical energy، يعني قانون حفظ الطاقة الميكانيكية. واضح يا شباب؟ ويمكن تطبيق قانون حفظ الطاقة الميكانيكية هذا على البندول، بندول الساعة. طب كيف نطبقه على بندول الساعة؟ وليكن عندنا هذا البندول، هو عبارة عن حبل طويل حر الحركة ومعلق بنهايته جسم، بحيث يتأرجح هذا الجسم في هذا الاتجاه يمينا ويسارا. فماذا نلاحظ يا شباب؟ نعتبر ان هذا هو مستوى سطح الارض، يبقى هذا سطح الارض اللي هو الجراوند او الجراوند ليفل. فايش اللي بنلاحظه يا شباب؟ بنلاحظ ان عند مستوى سطح الارض طاقة الوضع تساوي صفر، والكي تكون ماكسيمم يا شباب، قيمة عظمى، وتساوي ايش؟ معروف ان هي تساوي نصف ام في تربيع. هذا بالنسبة للمندول في اللحظة اللي بيكون عندها في مستوى سطح الارض بهذا الشكل. طيب الكي وش هو الكي؟ الكي هي طاقة الحركة كينيتيك انرجي، اما البي هي البوتنشال انرجي طاقة الموضع، وانا بديت بيهم الكلاس اليوم بس انت طبعا دخلت متأخر. المهم بنقول نلاحظ ايش تاني يا شباب؟ نلاحظ ان هذا الموقع بالنسبة لنا هو الماكسيمم هاي، هو أقصى ارتفاع، وهذا نفسه تماما هو الماكسيمم هايت. يبقى في كلا الموضعين هذا يمينا ويسارا بيكون البندول أو الجسم هذا وصل لأقصى ارتفاع، ثم يبدأ في العودة مرة أخرى إلى اتجاه الأرض. فبيكون في هذا الموقع أو هذا يكون الكي بالتالي هي صفر، طاقة الحركة صفر، أما البوتنشال إنرجي فهي تساوي قيمة عظمى ماكسيمم وتساوي ام جي اتش، هذا قانونها. ونفس الشيء هنا يا شباب، يبقى طبيعي هنا تكون الكي تساوي صفر، أما البي بتكون قيمة عظمى وتساوي ام جي في ال h ماكسيمم هذه. طيب وليكن البندول كان في منتصف المسافة، يعني موقع البندول او الجسم في هذا الموقع الحين اللي هو غير موجود عند سطح الارض وغير موجود عند الماكسيمم هايت، هو فقط بينهم في أي موقع بينهم، وبالتالي فإن الجسم في هذه الحالة يمتلك B
ويمتلك ك، لا يوجد منهم ما يساوي الصفر، يبقى يمتلك ب ويمتلك ك، حيث يمتلك ب تساوي ام جي اتش، حيث اتش هذه هو الارتفاع هذه المرة اتش، ويمتلك ك ايضا تساوي نصف ام في تربيع. يبقى يمتلك طاقة حركة وطاقة موضع طالما أن الجسم لا يوجد عند سطح الأرض ولا يوجد عند الماكسيمم هايت. وضحت الفكرة يا شباب؟ يبقى أرجو أستاذ اشرح الحمراء. قلت الحمراء إن عندنا احتمال آخر إن يكون البندول موجود في أي موضع آخر غير الموضع هذا اللي هو مستوى سطح الأرض، وغير الموضع هذا اللي هو الماكسيمم هايت. قد يعطيك المسألة إن البندول موجود في أي موقع بينهما، وبالتالي هو يمتلك في نفس اللحظة طاقة موضع وطاقة حركة. يمكن حساب كل منهما من هذه القوانين اللي هي معروف إن هي قوانينهم، بحيث إيش؟ بحيث لو قلت بهذه الطريقة أقدر أقول اللي هو conservation of mechanical energy، قانون حفظ الطاقة من الميكانيكية. أقدر أقول إن البي عند الماكسيمم هايت، عند الماكسيمم هايت عند أقصى ارتفاع تساوي الكي فين؟ عند سطح الأرض، تساوي أيضا مجموع البي زائد الكي عند أي ارتفاع مقداره اتش، أي ارتفاع. بمعنى إيش يا شباب اللي كتبته الحين؟ وليكن قلت إن البي عند الماكسيمم هايت هي 1000 جول، إذا أعطيتكم إن هذا تساوي 1000 جول، فتكون الكي ماكسيمم عند سطح الأرض أيضا كم؟ 1000 جول. طب عند أي موضع آخر اللي هو بالأحمر هذا، لابد أن يكون مجموع البي زائد الكي هذا، البي زائد الكي لابد أن يعطي 1000 جول. لابد، هذا قانون، هذا ثابت. فإذا كان أحدهما 600 جول يكون الآخر 400، 300 بيكون الآخر 700، وهكذا. هذا هو المقصد من قانون حفظ الطاقة الميكانيكية لأي جسم، يتأرجح يمينا ويسارا بهذا الشكل أو يرتفع للأعلى وللأسفل. طيب تمام، نروح أو نذهب مرة أخرى. يبقى هذا كله اللي مشروح في هذا الشكل، يعني أنا لخصته بالتفاصيل ونفس الكلام. طيب الحين هذا موضوع آخر، يعني هو موجود بشابتر 7 وغير مرتبط تقريبا بكل اللي درسناه من قبل، يعني موضوع جديد كليا 100%، يسمى The Spring Force، قوة السبرينج هذا اللي هو الزنبرك هذا أو الملف هذا، الملف اللولبي أو الحلزوني هذا يسمى سبرينج، أو يسمى الضاغط، قوة الضاغط أحيانا يعني يسمى قوة الضاغط. فبنقول إيش؟ من المعلوم إن السبرينج هذا إن ضغطت عليه، تخيل إنك تضغط عليه في الاتجاه هذا، يعني تضغط لليسار لليسار لليسار، فإنه ينضغط كومبريزد يعني ينضغط، وفي نفس الوقت يخزن طاقة، أكن هذا السبرينج يخزن الطاقة لين تتركه أنت، يعني تترك أو تنزع يدك من عليه فيرتد مرة أخرى، يبقى extended يعني يتمدد مرة أخرى ليطلق أو يتخلص من الطاقة اللي انت خزنتها او اعطيتها لي. يبقى السبرينج هذا يعني كيف يا شباب؟ مثل ايش؟ مثل
المحفظة حقك، أنت تعطي له طاقة ثم هو يتخلص منها. تعطي له طاقة عن طريق إنك تضغط عليه لليسار، أو نفس الشيء في الرسمة الثانية تمدده إلى اليمين. في كلا الرسمتين هذه وهذه، اللي هي آسف الثانية والثالثة، في الرسمة هذه ولا الرسمة هذه، هو يخزن طاقة. متى تركت يدك فإنه يتخلص من هذه الطاقة مرة أخرى، وتكون القوة التي يضغط بها سواء كانت قوة انضغاط أو قوة تمدد، تسمى سبرينج فورس، قوة الضاغط أو النابض، قوة الضاغط أو النابض، كل هذه مسميات له، تسمى FS يا شباب، FS، حيث الاس اختصار لكلمة سبرينج، يعني هي اسمها سبرينج فورس أو فورس أوف سبرينج، تساوي سالب كي ضرب الدي. طب ما هي الكي وما هي الدي؟ الدي هي الديستانس التي يتحركها السبرينج هذا بعيدا عن موضع اتزانه. بمعنى ايش؟ في الصورة الاولى السبرينج هذا ثابت لا يتحرك، وبالتالي هذا يسمى موضع السكون، ريست بوزيشن، ريست بوزيشن يسمى ريست بوزيشن، اللي هو موضع السكون. وبالتالي ان تحرك لليمين مسافة مبتعدا او بعيدا عن موضع سكونه مقدارها دي، فتكون هي دي اللي موجودة بالقانون عندنا، او العكس ان ضغطت عليه لليسار وحركته مسافة تكون مقدار هذه المسافة دي، فهي اللي بنعوض بيها في القانون. ويسمى هذا، يعني يمكن تسمية هذا القانون هوكس لو، هوكس لو، فهوك هو اسم العالم، هوك لو، قانون هوك على اسم العالم روبرت هوك اللي اخترع او توصل لهذا القانون عام 1600 ومقدار معين. روبرت هوك. تمام. أستاذ لما ترسلنا هذه الأشياء؟ أرسلها؟ إيه أستاذ. خلاص ماشي برسلها. عشان نستفيد منها. تمام. يبقى الحين توصلنا لموضوع الفورس أوف سبرينج، فورس أوف سبرينج اللي هو قوة النابض أو الضاغط، تسمى FS. قلت ان ال FS تساوي ال K او سالب ال K ضرب ال D. الحين علمنا ماذا تعني ال D وماذا تعني ال F. باقي معنى ال K، ما هي ال K؟ ال K يسمى spring constant، ثابت هذا الزنبرك او الملف، ثابت خاص به، يعني على حسب مادة هذا النابض، المادة المصنوع منها، فهمتوا يا شباب؟ يعني على حسب نوع المادة وسمكه ومدى المرونة والليونة، كل هذه الاشياء تعطيك في النهاية ثابت لهذه المادة يساوي كي. يبقى كي يسمى سبرينج كونستانت، سبرينج كونستانت، ده اهم شيء يا شباب. طيب نتكلم اكثر عن السبرينج. الحين احنا عنوان الشابتر هذا هو الورك. فطالما ان السبرينج يبذل قوة يا شباب ويتحرك لمسافة أو إزاحة معينة، فالحين بالتالي فهو يبذل شغل، ورك، مش الورك يا شباب اتفقنا إنه يساوي القوة ضرب الإزاحة. فالحين السبرينج هذا يبذل قوة ويتحرك مقدار معين من الإزاحة، وبالتالي فإنه يبذل شغل. فقد إيش بيساوي
الشغل هذا الذي يبذله السبرينج. طبعا احنا ممكن نكتبه بهذه الطريقة افضل يا شباب، بهذه الصورة العامة. يبقى الورك بيساوي النص ضرب الكي ضرب الاكس تربيع. يبقى الحين بنقول الورك دان، ورك دان باي سبرينج. يبقى الدبل اللي هو الورك، ورك دان باي ذا سبرينج. لاحظوا هو متشابه تماما مع قانون طاقة الحركة، نصف فليكس تربيع ضرب الاكس تربيع. لاحظ ان الاكس هي بديلة الدي، ففيك تكتبها اكس وفيك تكتبها دي. انها بالمتر. تمام، المهم انها بالمتر. يبقى نصف ضرب كي اكس تربيع. ولاحظوا مدى التشابه بين هذا القانون وقانون الكاينيتك انرجي، اللي هو الكي تساوي نصف ضرب الام ضرب الفي تربيع. يبقى القانونان متشابهان يا شباب، ولكن هذا الشغل الخاص فقط بالسبرينج يا شباب. يبقى هذا مقدار او الطاقه المبذوله، ولكن فقط بواسطه السبرينج. يبقى لا نستخدم هذا القانون الا مع السبرينج يا شباب. هذا القانون هو حاله خاصه فقط للسبرينج. يبقى نصف ضرب الكي ضرب الاكس تربيع. طب الاكس قديش بتمثل؟ الاكس هي التغير في الازاحه. بمعنى ايش التغير في الازاحه؟ اذا كان عندنا مثلا السبرينج يحمل الجسم بهذا الشكل، فتكون هذه هي موضع الصفر. يبقى الحين تقدر تقول ان اكس اي تساوي صفر لانه لم يتحرك الى الحين، ثم انت سحبته بهذا الاتجاه، فبيكون شكل السبرينج كالاتي. يبقى هذا الموضع لا تنسى ان هو كان الاكس زيرو. الحين هو تحرك مسافة جديدة هي الاكس فاينل، وبالتالي تقدر تقول ان الاكس اللي موجودة بالقانون هذه تساوي ايش؟ الاكس اف ناقص اكس اي هي دلتا اكس. تمام، اللي هي اكنها دلتا اكس. يعني هذا القانون ممكن تعبر عنه نص ك دلتا اكس تربيع او اكس تربيع. كل دكتور يكتب بطريقة مختلفة يا شباب. لحظة واحدة يا شباب، يبقى إلى الحين يا شباب في أي مشكلة؟ يعني الحين قوانين بسيطة وسهلة في شابتر إيش؟ شابتر 7. طيب الإف إس حقة قوة الاحتكاك صح؟ لا، إف إس قوة السبرينج، قوة النابض، تسمى قوة النابض. طيب الحين عندنا مفهوم جديد في نفس الشابتر هو الباور. الباور ماذا تعني كلمة باور؟ هي القدرة. يبقى الباور يا شباب هي القدرة، وهي تختلف عن الانرجي. الانرجي هي الطاقة. يبقى انتبهوا للمفاهيم هذه يا شباب، عندنا الباور وعندنا الانرجي. طب ايش العلاقة بينهما؟ هل يوجد علاقة؟ نعم، عندنا العلاقة كالآتي. إن الباور
هي فقط معدل تغير الانرجي بالنسبة للتايم للزمن. يبقى الباور هي الانرجي على التايم، او التوتال انرجي على التوتال تايم. يبقى هذا قانون الباور بصورة عامة. ووحدة القياس الاس اي يونت بتكون وات، وتكتب اختصارا دبليو. يبقى وحدة قياس الباور هي الوات. طيب يبقى بالتالي الدبليو الباور اقدر اقول هي رمزها او اختصارها ب، هي الباور. تمام يا شباب، لاحظوا انها متشابهة مع رمز البوتنشال انرجي، كلاهما يبدأ بحرف البي. يبقى الباور تساوي، قلت الانرجي على التايم. الانرجي قلت ان الورك هو صورة من صور الانرجي، يبقى فيك تعبر عن الانرجي او الورك. يبقى تقدر تقول ان الباور تساوي الانرجي على التايم، او الورك ضن الشغل المبذول على التايم برضه. نفس الجواب ونفس كل شيء. وبالتالي احنا ايش اخدنا لقانون الورك؟ الورك قلنا انه بيساوي الاف ضرب الاكس، القوة في الازاحة، او دلتا اكس نفس الشيء التغير في الازاحة. يبقى اف دلتا اكس على التايم اللي هو دلتا تي. يبقى اذا اقدر احسب الاف من هذا القانون، اسف الباور من هذا القانون، بمعلومية كل من الاف اللي هي الفورس، والديستانس او الديسبليسمنت التي تحركها الجسم، على الزمن الذي تحرك خلاله الجسم. طيب اللي منتبه معنا هيلاحظ ايش؟ يلاحظ من شابتر 2 تقريبا ان دلتا اكس على الدلتا تي هي الفيلوسيتي، السرعة. يبقى اذا فيك تكتب القانون بهذه الطريقة، اف ضرب الفي. يبقى اذا يا شباب هذه القدرة الباور اقدر احسبها بكم قانون؟ القانون العام هي الانرجي او الورك على التايم، يبقى هذا القانون الاول. او اقدر احسبها من هذا القانون اللي هو الاف ضرب الدلتا اكس على الدلتا تي، او من خلال هذا القانون اللي هو اف ضرب الفي حاصل ضرب القوة ضرب السرعة. يبقى لما يجي يقول لك مثلا سيارة تتحرك بقوة مقدارها 1000 نيوتن، يبقى هذه الفورس وتتحرك بسرعة أو تسير بسرعة مقدارها 30 متر بير سكند، احسب مقدار الباور. يبقى تقول له إن الباور تساوي F ضرب ال V، يبقى 1000 ضرب الفي اللي هي 30 تعطي 30,000 واط. 30,000 واط هي نفسها 30 كيلو واط، معروف ان الكيلو بيساوي 1000. وضحت الفكرة يا شباب؟ وهكذا. يبقى مفهوم جديد دخل معنا بشابتر 7 ومفهوم الباور. يبقى قلت القانون العام او المفهوم العام للباور هو الانرجي على او الورك على التايم، ولكن يمكن حسابه بطريقتين اخرتين، اللي هو حاصل ضرب القوة ضرب السرعة، او حاصل ضرب القوة ضرب الازاحة المقطوعة تقسيم الزمن الذي تحرك خلاله الجسم. طيب هتقول لي مثلا، طب إذا جاتك مسألة تستخدم أي قانون فيهم؟ هقول لك على حسب المعطيات. إذا أعطاك الورك والتايم هتستخدم العلاقة الأولى، أما إذا أعطاك القوة والإزاحة المقطوعة والزمن
الذي يتحرك خلاله الجسم يبقى تستخدم الصيغة هذه. أما إذا أعطت فقط القوة والسرعة تستخدم العلاقة الثالثة هذه. تمام يا شباب؟ تمام. طيب، والحين بيكون متبقي عندنا البروبلمز. فالبروبلمز ممكن يعني يا إما نحل أحلها في فيديو تسجيل وأرسل، يا إما نخليها للحصة الجاية زي ما أنتوا تحبوا. لا، الحصة الجاية. الحصة تمام، الجاية. ما في أي مشكلة. طيب يا أستاذ، نبغى السلايدات. حاضر حاضر حاضر، برسلها. وأهم اليوم شيء يا شباب، أهم شيء طبعا الحصة الجاية بكرة إن شاء الله، بكرة. فحاولوا ضروري 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 إيش؟ إن أنتوا تذاكروا شابتر 7 كاملا اليوم، يعني قبل حصة بكرة، عشان لما أحل المسائل هذه تستفادوا أكتر. أما إذا فقط حضرت بدون ما تكون مذاكر، فتقريبا مش هتستفاد شيء غير لما ترجع تذاكر مرة أخرى وترجع تتفرج على الفيديو مرة أخرى. اوكي. طيب استاذ، في مقطع انت نسيت ما تنزله، المحاضرة الثانية بعد المد ما هي ما نزل. دي البديل ليها. أنا المحاضرة كنت مختصرها شوي، الحين أنا اتكلمت بتفاصيل أكتر، فبالتالي مش هحتاج أرسل القديمة، أرسل دي وخلاص. يعني هذه تكفي. أيوة، هذه تكفي، لأن أنا التانية كانت مختصرة أكثر، فالحين أنا اتكلمت بكل التفاصيل وكل الحالات الموجودة. تمام، يعني الحين كنا أخذنا محاضرتين بإذن أساسية. الله بإذن الله، كأننا اليوم شرحنا شابتر 7 كاملة اليوم. يعني خلصناه إن شاء الله. يعني كأن هذه المحاضرة أول محاضرة من بعد المد إن شاء الله. تمام تمام ماشي يا شباب، يلا، يعطيكم ألف عافية وبالتوفيق إن شاء الله. مشكور.